بسألك هذا الشارع مسجل باسمه، كل ما نخطف واقف نود زاقر عليه. اسمع اسمع اسمع، هذا بيت من؟ بيت المدبل. وانا ود من؟ ود المدبل. وخلاص عين عين سير وزقر ابوك سير. وين بتصير وفهد؟ سهرين العين. انا طالب منك اليوم بس اليوم تودر ابوك قايل لي بشيلكم الحديقة ويوم ماشي اعلان بشيلكم الحديقة. وانا طالب منك فهد انك تودر اليوم. يعني ماشي اللي عندنا؟ لا فهد ما وعدنكم بالحديقة؟ مرة وعدنا بالحديقة. زين وش اقول؟ فهد تصرف، يعني انت رجال عود وكل يوم تصرف لي، تصرف بروحك. زين وش اقول؟ يعني وش اقول؟ قول ليه اليوم طفت انا دق هران وانت ما طلعت لي. هو وعدنكم اذا ما صار وراه مرة وعدنا اذا ما صرت وياكم مرة ودينا الحديقة، واذا صار وياكم ركنسل. وتو هو وانتو هو تو داخل يتسبح. زين سير زقرة سير فهد، انا اقول لك سير عنا بس اليوم مرة طالب منك فهد. ابوي بتسوى لنا بلي فهد، اذخك منها منها، طالب منك طالب منك طالب منك طالب منك اليوم بس اليوم. زين وش اقول ليه؟ يقول لا ما اللي عندك مرة اللي في خاطر قول لي. زحطني انت، خبرني فكرة يعني. انا بقول لك قول لي طفنا ورقينا هرن انت ما طلعت واحنا روح ونحن روح وخلاص. خلاص خلاص تم بس تم مرة وما تبيعوني. الو انا علي. ما علي ما علي، فهد يكلمك في الله. كيف هذا جينا ذاك دقينا الباب قالوا الاولاد ما عندنا بتشلوا بالحديقه، قلنا اي ما بنضيع عليك. اخبار من هذا ما عندي بشيل الحديقه انا؟ من قالكم اني بشيل الحديقه انا يا ابو عدي؟ طلعوا علي طلع يوم طلع علينا الولد قال لنا بتشلوا بالحديقه، قلنا اي ما بنخرب عليه خليه يشيلوا بالحديقه. الاولاد طلع عليكم من الاولاد؟ واحد منهم عيب ابويا ابو هادي، انا قايل لكم اني بروح وياكم ثاني كذا ابو سباره ترضيكم ابو سو. ابوي ترى عاد قال لنا الولد انكم واعدنهم، قلت عيد يمكن خلاص الرجال. يا ابوي وش موعدنهم انا؟ وش كان مني انا في الحديقه؟ ما تصيرين بالحديقه وين؟ تعالوا بسير ورا بعضكم تعالوا. روحنا احنا تو روحنا، وين واصلين؟ روحت انت وين روحت؟ انا قايل لكم بجيكم. تعال تعال في المحطه بترياك تعال. اقول لك انت انا لين متى بتم مخابركم؟ ترى قال لين موعدينهم تشيلهم الحديقه. موعدينهم فهد ذيلا ما شبعوا ذيلا، انا 20 مره مودينهم الحديقه ذيلا كل يوم الحديقه ما يملوا ذيلا، ويا اهل السواله سبب ما السواله سبب، وانتم تتبعوا ما منك انت من ذي. كيف وش دخلك انت حطاني منسق مال وش؟ سمان ديقب حطان نسق قال بتشلم الحديقة. قلنا كل يوم الحديقة؟ كل يوم انا مقصود سري هناك وشو الحديقة؟ لا خليت عمري بيته ولا وانتو مرة من قال لك هل سموه ما بيصير دقيت موتر سلف وروحت وتبوا الفكة مني وش؟ ما نبى الفكة، لكن قلنا ما بنكسر خاطر الولد. انت تكسر خاطري انا؟ تكسر خاطره هو انا شبعت باكل انا يا ابويا، احنا ناكل منها الاعلان ده وين باكلهم انا؟ من الحديقه؟ بس لا تحطم بس اركب خلاص اركب انا لك اركب لك لان اخبار لا مره ولا وديتين خبرتكم، قلت لكم يوم شيء اعلان انا ما ارقد الليله باكل خلاص خلاص. اول بيتكلنا الحديقه احنا بتكلنا اول مره واخر مره تصيروا عني. ان شاء الله صبر نسيت بطاقتي. الكرامة سنتر مرة ما لازم أخبرهم المكان. كي تخبرت وش؟ كي خبر لوادم كي كرامة سنتر، ما واحد مليون داخل العين. هذا الشارع العام في العين، ها شايفين كرك وين كانت واقفة الضبعة؟ هذا الكرامة مقابلنا عندهم خصومات 50%، وأي واحد يجي من طرف له خصم إضافي على الفاتورة 10%. يستاهل. ووصول أحدث الملابس الشتوية الرجالية والنسائية والأطفال بتحصلها موجودة.
بلاش يا فحم ملابسهم بلاش. خيبتك بلاش شيخ خيمة اندل من بيعطيك بلاش قول خصومات اما بلاش خل ما بيعطوك يعني الاسعار بلاش المحل ستة طوابق زين شوف شوف الملابس تبان تولي اعلان ولا نبني وش والله تولي وش خبرهم ستة طوابق تعرفوا نسير نسير شوف العروض حلوة هذا الطابق الأول يقول لك كله ملابس رجالي بلاش ملابس هي بلاش خيبتك قلنا لك وين بلاش ما بلاش على 29 فهد بلاش ما عندنا البائع بلاش شوف هالهوديات ملابس فهد حق البرد ها. شايفين هالسلة ها على 29 على 29 درهم شوف كده شوف كله حق البرد فوانيل عندك عيوز في البيت برد أنا ما لها غير هذه دفاها ما والله هذا وش هذا وش بعد شوف انت ملابس ترى هودية فهد هذا هودي هودية هذا هودي فنان ها على 25 درهم يا فهد على 5 شايفينها نعم عندهم وايد انواع على 25 درهم ببلاش ببلاش يا عبد شوف ببلاش تو لوادم بيو بحسب نعم بحسبه ببلاش يا ابوي لا تسوي لنا بلاش ما بلاش قول لهم على كم السعر بكم على كم 35 درهم على خمس توك تقول ببلاش الاسعار بلاش يا هي شغلها ما اعرف شوف هالجاكيت شوف الفرو شوفه ولا ما شوفه ما عبر شوف الماركة كهوش لكوست إنزين شوف على كم كم 69 درهم خلهم يشوفوا دور دور وش يدور عرض زياوش شوفي هذا معي ها 69 درهم زارة يا سلام أنواع وش كان هذا الطابق الأول يقول كله ملابس رجالي بلاش ملابس ملابس هي بلاش خيبتك قلنا لك وين بلاش ما بلاش عيون العسلية هي هي عين عسلية مرة شربوا عيونك تون عيونك عسلية هي عسلية وش ما تنشاف تعرف الليل وين تشوفين عين شافين تعال الصبح نسيت هنا على الطابق الأرضي شوف شوف وش موجود في الطابق الأرضي شوف في الطابق الأرضي أنواع وأشكال من الجاكيتات بتحصلها موجود أم بغيت المخمل أم بغيت الجلد أم بغيت وش إيه فك حلقك خابر القطن قطن كل أنواع الجاكيتات بتحصلها موجودة فطع دور دور فنان فنان مريح بعد مريح كنت ما تسوق ايش اسوق انت مريح في اللبس شوف انت امشي اول بس لا تخلي شيء لا تمسح هنا لازم اوصل الرساله واضحه قدام في البريد وش تعرفوا جاكيت ما لازم تلبسه بتضره شوف انا ما احب حد يلاع راسي شوف دور دور شوف الجاكيتات وخامها طيب بعد واسعارها طيبه ها. شوف في الطابق الارضي انواع واشكال في هذا الموديل هاي تشكيلات جديده توها واصله ما تحصلها في دور وش ادور بدور ملابس وش ادور شوف التشكيلات على 39 درهم 39 درهم ملابس ببلاش ما شاء الله ببلاش شوف الجاكيت انت وانت ما في تبان انا لك لا تقول ببلاش لا تقول ببلاش بيقضوا علينا لوادم زي اقول قول تنزيله بيقولوا كذب هي بيقولوا كذب يلا على وش سوى على كم 39 درهم شوف حتى ان بغيت هالبناطيل الشتويه ها موجوده موجوده انواع واشكال بغيت الاسود بغيت البني بغيت كل شيء هذا على كم على 49 درهم على 49 درهم شوف هالبناطيل فهد تبى اللون الاسود هذا هذا اي خام خام قوي خام قوي غليظ المهم شوف ما اعرف اي خام انا ما اشتغل عندهم في المصنع المهم على 20 درهم على 20 درهم خام قوي 20 درهم 20 درهم هذا الموديل هاي تشكيل شوف هالكيس وش فيها في طقم كامل ها بنطلون ويا جاكيت ها تعرف بكم على كم 15 درهم ها طقم ايه 15 درهم ترى شوف السنه يقول لك بيستوي ثلج وين ان شاء الله نعدنا من نزيه لكن نصنا بنموت احنا نيانا ثلج هذا طول بعمرك الشالات ها الكمه مع الشال مع القفاز موجوده شوف على كم 29 درهم 29 درهم وايد الوان موجود منه هذا 10 جرابات على 10 دراهم تشوف هذا البشوت حق البرد ها دور 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 بس دار راسي فهد يوم تبى تندس عن البرد مالك غير هذا البشت على 96 درهم شوف وتنقى واختار نعم شوف الجنزات شوف شوف العالم انت خل وش تبى الجنزة شوف لوادم كثرهم ما شاء الله شوف الجنزات على كم يا ربي على 20 شيء على 39 شيء كل شيء كل الالوان من الجنزات تحصلها موجود كل المقاسات موجود شوف الجاكيت دبل دبل دور على كم هذا على 139 درهم والاسعار عندهم متفاوته شوف الجاكيت ما شاء الله
وش هالزين؟ تعال تلبس وروح. وش هالستايل؟ مره تعال تلبس وروح. على كم هالجاكيت؟ هذه 69 درهم. 69 درهم. يا سلام. يا سلام. ملمسه غير ملمسه. هذا الجاكيت جلدها. يا دور. يا سلام. والاسعار عندهم؟ متفاوته مره كذا ومره كذا. هذا كله جاكيتات جلد. هذا اللي بتشوت حق البرد ها. دور. شوف اللعبه اللي بحبوب. اللي بحبوب نعم. جيب. ستة طوابق هالمحل ذا كسرن طورني حتى لوش ما غطيت يكتب بعد ما فيك شيء مام لايم ابوي ذا ما منتو استرا هذا حبوب حسبو حلاوة كل ما اكل هذا تعبان انا بعد يا هي لعبة ابوك لا تيب شيء هني نعم ما تبغى يوه لعبة عطنا وش جيب حبيب يا ابوي باقي طابقين قم تعبان قف تعبان الظهر بند علي مرة قم هذا القسم يقول خلاص ملابس الاطفال زي وش تباني انا ما عندي اطفال اولادي كلهم كبار يا يسوي خذوا لكم خذوا خبرنا فر خبر وين نفر وين نفر داخل التليفون هنا وايق هنا هنا داخل شوف عليكم على 19 درهم وايد انواع اشكال والوان 19 درهم 19 درهم ما تبيع عضني عرض لي ولا واجم كانت بتبيع رواها توكا شوف ما تعرف جاكيت ما تعرف تنور وقميص ما تعرف هوش على كم هالجاكيت على 35 درهم على 35 درهم هذا الرف الاول الرف الثاني الرف الثالث على 35 درهم ذاك صوب لاستير من دريولك اقدر حالك شوف طول بالك وان بغيت من هالجاكيتاتها موجوده موجوده الرخيص موجود الغالي موجود كل شيء وخام طيب نعم وكلها عليها خصومات وعليها خصم على الفاتوره 10% نعم نعم رابعت حق البرد هذا على كم على 5 درهم خمسة مرة تقول لابس يونية ما زرع أي زراب هذا كميم نسائية فهد بعد الحريم يسوون كميم كيف وش ما يبردن حصوت تها واجم على 10 درهم على 10 درهم هذا 10 حبات على كم على 10 درهم ألوان في باقي شوف 10 حبات على 10 درهم 5 درهم شايفين هالجاكيتات نسائية جلد على كم على 39 درهم والوان وايد موجود منها مرة على 39 درهم تنقوا واختاروا كل المقاسات تحصلوها موجوده خبرنا فر خبر هذا الطابق الثاني بعد خاص بالملابس النسائيه اقول لك سوي لي هنا اربعه ما سدهن واحد اربعه هذا وش فارشت انا هذا حسبته مصر قلت بلبس عليه خنير انا اعمال حريم هذا شال والله ماشي ما يسوي لنا شروان شوف هذا شال كشميري شوف وينك ما كنا مصر مره ما ينكر اسميها لعبه شوف الشالات هذا شالات كشميريه من 14 ل 16 درهم وهناك من 23 ل 27 درهم وان بغيت هذا الشالات ترخص هذه السله كامله تبدا طال عمرك من 5 دراهم الى 12 درهم من 5 ل 12 درهم هالشالات تنقى واختار شالات فنانه فهد ان بغيت المخور موجود يا سلام اشكال والوان تعال بس ونقى لك قطعه وخيطها الهندي ترايا سناك بكرخانه ماله وبخيط والله وهذا ان بغيتها في الطابق الثاني تحصل قسم كامل خاص بالعاب الاطفال شوف اشترى يا سلام اشترى ابو اشترى فقرة ابو فقرة اشترى اشترى امور طيبة خذها سيد خلى وخلى ابوك يحاسب هذا ان بغيته هاد جلابيات شتويها تو كبشوا بابا نفرات كبشوا فرشنك لا خلينا نشوف الاوادم على كم هذا؟ 30 درهم على 30 درهم 30 درهم شوف الجلاب وتنقى واختار يا سلام 30 درهم لعبة لعبة عارف لنا شيء الوان انتو كل شيء بتجيبوه وش ذا بعد؟ ها شوف ما خلوا شيء هذا الطابق الثاني بعد خاص بالملابس النسائية اقول لك سوي لي هنا اربعة ما سدهن واحد اربعة هذا وش فارشت؟ انا هذا حسبته مصر قلت بلبس عليه خنير انا اعمال حريم هذا شال والله ماشي ما يسوي لنا شروانه شوف هذا شال كشميري شوف بيني وبينك ما كنا مصر؟ مرة ما ينكر اسميها لعبة شوف الشالات هذا شالات كشميريه من 14 ل 16 درهم وهناك من 23 ل 27 درهم وان بغيت هذا الشالات ترخص هذه السله كامله تبدا طال عمرك من 5 دراهم الى 12 درهم من 5 ل 12 درهم هالشالات تنقى واختار شالات فنانه فهد ان بغيت المخور موجود يا سلام اشكال والوان تعال بس ونقى لك قطعه وخيطها الهندي ترايا سناك بكرخانه ماله وبخيط والله هذا ان بغيتها في الطابق الثاني تحصل قسم كامل خاص بالالعاب يا البرد هذا يقول لك مره حق الصغار حق الصغار حق البرد خفيف ومريح على كم شوف 29 درهم 29 درهم وتنقى واختار الوان بغيت من ذهب بعد موجود
بغيتهم الجاكيتات موجودة. ها يا سلام. هذا القسم المهم كله حق الأطفال جاكيتات وحق. شوف الجاكيتات أنواع وأشكال من الجاكيتات حق الصغار بتحصلها موجودة في الطابق الثاني. شوف شوف الجاكيت داخل غابة ما داخل داخل محل. شوف كله كله ما شاء الله. شوف شوف أبوي كم بتصور فاهم وايد وايد. وين سارمنا وين والله نعم كلنا داخل غابة. هذا قسم كامل في الطابق الثاني حق جاكيتات الأطفال. جاكيتات وهذا طقم حق البنوتات الصغار. دور هذا الطابق الثاني بعد يا شوف. برد